ما تحكي نوع الطيارة، ايش حكيتك مع الطيارة؟ مازلت تخاف من الطيارة ولا ما عادش؟ خويا برزولية نعطيك حاجة. يا خو كنت لابس عليا راهو. كنت خويا شيخ على روحي نسافر فرحان عامل جو. طلعت يا خويا للسينيور. الرفيع يا خويا غول جوارات حسن جيبسي والشيحي وبدرة وجماعة كل فهمتني نقاط تخاف من الطيارة. ركبوالي خويا فهمتني. عيادي حمروني الذكر عيادي وقت مسافر مسافرين جربة. وين قاعد على هكا قاعد شيت الشباك عيادي يقول يا وين نحن كله عيادي تو تحتنا البحر بحر تحتنا يحل سنتير يا ملك يقعد هكيك عيادي خرجنا من البحر يسكر سنتير كنت عيادي شوف في برا قال لي قطعنا في البحر وكنسلكوها فهمتني ماني مجين انت خويا في الوقت هذاك بعد هي مشيت لتركيا نلقى الاتراك زاد يا خويا يخاف من الطيار انطاري خويا ديما عندك تلعب 17 ماتش عندك يمكن حكيت 16 بالطيار وجورت خويا ما استهزتش لتو تمشي وتجي خويا برجي ما نكذبش عليك انا مشكلتي تعرف شنو هي مشكلتي ماني ديما كي نروح كي نجي نعمل انطاليا اسطنبول اسطنبول تونس فهمتني بالله يا خويا عملوا لنا تونس انطاليا ديريكت خلينا خويا نبداو نطلع نابر نقرا في الطيار